السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أموركم مزيانة؟ كي داير معز عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكونوا في أحسن الأحوال يا رب. معاكم أختكم وحبيبتكم ربيعة في فيديو جديد. واليوم إن شاء الله البنات جبت لكم واحد الخدمة واعرة من المجربات ديالي، وكيف ما عودتكم البنات دائما تنجيب لكم غير المجرب ديال الوصفات. هاد الخدمة هادي إلى كان حبيبك أو زوجك بعيد عليك أو غضبان عليك أو علاقتكم متوترة، أو لا وخا تكونوا مصالحين وبغيتي تزيدي المحبة بيناتكم، فهاد الوصفة فيها جلب ومحبة وتهيج وتطويع. هاد الوصفة هادي البنات خدموها للزوج الخطيب والحبيب ديالكم بطريقة سهلة، وغادي تبقاو تجددوها ليه كل 40 يوم، تدوم المفعول ديالها 40 يوم وتنعاودو نجددوها بنفس الطريقة. وصفة غزالة غزالة، وخا نشكرها لكم تنعيا البنات ما غاديش نعطيها حقها، فتبعوا معايا الطريقة البنات باش ديروها بالطريقة الصحيحة ديالها. هي راها بسيطة ولكن النتيجة راها عتبهركم، فخليكم معايا البنات حتى الآخر الفيديو باش تطبقوها بالطريقة الصحيحة ديالها. قبل ما نبدأ البنات في الوصفة ديالنا ديال اليوم، تنتمنى أنكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديال قناتي. والبنات اللي ما مابونينش مرحبا بهم يتابوناو، مرحبا بكم سواء كنتو قدام او جداد. وبغيت نشكر البنات على التعليقات الزوينه اللي تيخليو ليا، وشكرا لكم على التفاعل ديالكم، وتنطلب منكم تزيدوا تفاعلوا البنات مع القناه باش تستمر في الخدمه ديالكم. كيف ما عودتكم دائما راه غادي يكون الجديد ويكونوا مفاجات على القناه ديالي. وشكرا لكم بزاف بزاف، وبلا ما نطول عليكم ندوزو الوصفة ديالنا ديال اليوم. فشنو تنحتاجو البنات الوصفة ديالنا؟ تنحتاجو السانوج البنات، ها هو السانوج. الا كان عندكم في الدار، ما كانش عندكم غادي تمشيو عند العطار تقولوا له يعطينا السانوج، غادي يعطيه ليكم. تاخذوا السانوج، وهاد السانوجة البنات خدوه بلا متاوية، يعني ما تسولو لا بشحال لا حتى شي حاجة، غتلحقو غتقولوا ليه عطينا مثلا 3 دراهم ديال السانوج او 4 دراهم او لا داكشي اللي بغيتو نتوما، تقولوا ليه عطينا قدا وقدا ديال السانوج، ما تسولوش بشحال. هذا هو المكون الرئيسي ديال الوصفة. وعندنا تناخدو وريقات بيضين صغار. هاد الوريقات هادو البنات على حساب العدد ديال حروف الاسم، ديال حروف الاسم ديال الشخص اللي غتخدموا ليه، الشخص اللي غادي تخدموا ليه الوصفه. شحال ما كان عنده من حرف في الاسم ديالو شحال ما غتاخدو من ورقه. كانوا فيها 4 الحروف اسمية غتاخدو 4 ديال الوريقات، كانوا 5 الحروف غتاخدو 5، كانوا 7 غتاخدو 7، كانوا 3 غتاخدو 3، انتوما والاسم شحال فيه ديال الحروف. المهم وغناخدو قلم هذا ديال الفطر، يكون صفر ولا احمر، ولا عندكم المداد الروحاني كتبوا بالمداد الروحاني. المداد الروحاني راه معروف ميسك وزعفران، ولا ما كانش عندكم خدموا بالفيطر احمر ولا الفيطر صفر. توقيت البنات ديال الكتابه ديال هاد الوصفه هادي تيكون في الليل باش نتفقوا على مساله الوقت. هاد الوصفه هادي ما تدارش بنهار نهائيا، تنديروها في الليل. فشنو تنديروا في الليل؟ كناخذوا كيف قلنا الوريقات بعدد الاسم، وتناخذوا القلم وتنبداو نكتبو. مثلا انا غنعطيكم مثال، مثلا هاد الشخص هذا سميتو كريم، تناخدو ورقه تنكتبو فيها حرف الكاف، وورقه فيها
حرف الراء، ورقة فيها الياء، ورقة فيها الميم. من بعد البنات تناخدو السانوج ديالنا وتنحسبو سبعة ديال الحبات. ها هما 1 2 3 4 5 6 7، تنديرو سبعة ديال الحبات في كل وريق بهذه الطريقة هذه البنات. انا تنطبق الطريقه قدامكم البنات باش ديروها حتى نتوما تماما بحال اللي درتها انا باش ما يكونش الغلط. ها هما سبعة الحروف، كل حرف فيه سبعة ديال الحبات. نتوما الا كان عندكم اكثر من هذا العدد ديال الحروف، المهم كل حرف فيه سبعة ديال الحبات شحال ما كان من حرف. المهم بعد ما تنديروا سانوج في الوريقات ديالنا، تناخدوهم وتنديروهم في الكف ديالنا اليمين، تنحطوهم البنات في الكف ديالنا وتنقربوهم لفمنا وتنقراو عليهم هاد القراية هادي. تنقولو بهاد حبات السانوج راك فيا تفكر يا فلان ولد فلانة، وبهاد الحبات ما تقدر تصبر وتبكي عليا الدم، وبهاد الحبات تجي حتى لعندي تتعترف جلايلك وما تقدر تصبر. مفهومة البنات القراية؟ تقولوا بهاد حبات السانوج راك فيا تفكر يا فلان ولد فلانه، وبهاد الحبات ما تقدر تصبر وتبكي عليا الدم، وبهاد الحبات تجي حتى لعندي تتعطر في جلايلك وما تقدر تصبر. من بعد البنات ما تنقراو عليهم، تناخدوهم وتنديروهم تحت المخده ديالنا هذيك الليله اللي صايبنا فيها اللي تنخدموا في الليل، تنديروهم تنساليو القرايه تنديروهم تحت المخده يباتوا الليله كامله. بعد ما تنبيتوهم ليله كامله تحت راسنا، تناخدوهم لغدلي تناخدوهم وتنديروهم مع الحوايج ديالنا، تديروهم بينات الحوايج ديالكم، تتخبيوهم مع حوايجكم، تتخبيوهم مع حوايجكم البنات المده ديال 40 يوم وهما مخبيين. في هاد المده هادي تتكون هاد الخدمه هادي غادا عطيكم النتيجه حتى تدوز 40 يوم. من بعد ما تدوز 40 يوم البنات غتاخذوا هاد الوريقات هادو وغادي تحرقوهم. هاد الخدمه هادي غادي تحرقوها في مجمر ولا في بوطه ولا فاش ما كان، المهم يتحرقوا. غادي تحرقوا هاد الشيء وغادي تصايبوها من جديد، صايبوا الوصفة مرة أخرى بنفس الطريقة، جددوا الوصفة لأن المفعول ديالها فقط 40 يوم. هاد الخدمة هادي ملي تنساليو 40 يوم تنحرقوها، وفي التخبية تخبيوها مع حويجاتكم بينات الحويجات ديالكم وما يشوفها حتى شي واحد هاد الخدمة هادي. الوصفة البنات راها ساهلة بزاف بزاف وبسيطة، وفي نفس الوقت البنات نتيجتها راها واعره وعتبهركم. هاد الوصفه هادي البنات كيف قلت لكم ما ديروهاش بالنهار، هاد الخدمه هادي ما تديرش في النهار، ضروري التوقيت ديالها هو الليل، خدموها في الليل، خدموها للزوج الغضبان او اللي ماشي غضبان او كيف ما كانت العلاقه ديالكم. زيدي المحبة بهاد الوصفة البنات. فتنتمنى مرة أخرى أنكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وتنتمنى هاد الوصفة تكون عجباتكم، ولعجباتكم ما تنساونيش من لايكات البنات كنوع من التشجيع. وشكرا لكم بزاف بزاف على التتبع، وهذا ما كان في هاد الفيديو.
وتبارك الله عليكم، دوزوا بخير، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.